السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد بالك احنا لسه شغالين في موضوع الفاتورة، بس طبعا عشان نبدأ نخلص حاجة حاجة نبدأ بقى ايه من فوق لتحت. ده ايه؟ ده اسم النشاط. طيب هيتكتب ازاي؟ هيتكتب هنا؟ لا طبعا مش هيتكتب من هنا. اسم النشاط ده بيتكتب من الاعدادات، هيضيف حاجة اسمها اسم النشاط. هناخد كنترول سي كنترول في دي ونكتب هنا اسم النشاط. نشاط ماشي والايكون و مع زمايله خلاص. دي نقطة. النقطة التانية هنصمم بقى الفورم بتاعه، النموذج هو ده. هنكتب بقى هنا اسم النشاط، خلي الكلام ينزل سنة. ايه كلمة توب ماركن دي؟ ونعمل دي تظليلة. وهنعمل هنا بس شوية ضبط، يعني احنا نخلي ده نوم وده نوم، مش عايزين بوب اب ولا حاجة، وعايزين دي تبقى مش اشكال مش هتبان اصلا. هنعمل هنا بس ايه اللون بتاعها، لون اخضر. وهنا الكتابة هنا اسود تمام. اسم النشاط خلاص كده اخد كلمة فورم كام؟ 42. سايب اسم الفورم 42. هناخد بس هنا الكود اللي احنا موجود هنا، الكود. لا طب استنى كده نشوف اول تغيير. ده الباسورد كلمة السر. ها اهو هناخد الكود ده، هنيجي هنا عند اسم النشاط ده، تجيب بقى الماكرو ده عشان ده بتاع غيره. ودي كده اهو، ايه بقى يبقى ايه؟ هيبقى فورم. لا ماشي شكلها ضاعت مني. طب ناخد دي كده تاني، فورم 42 4 2. اتاكد بقى دي شيلد كام؟ 125 مظبوط. الاعدادات اسم النشاط والايكون اسم النشاط خلاص كده. دي نقطة. النقطة التانية بقى في بتاعت 42 دي، في الفورم 42 دي هنقلب بقى اسم ده كده عشان ايه العملية تتظبط كده معانا، ودي تطلع كده سنة. وهناخد نسخة. وبلاك احنا لازم نكتب بجدول، لازم نربطهم بجدول تيبل. هنصمم تيبل وهنكتب فيه التكست، والتيبل التاني اتاتشمنت اللي هو بتاع صورة الايكون خلاص. يبقى دوت هنعرفه بالتيبل الجديد اللي لسه عاملينه دلوقتي. تيبل كام؟ اخر واحد بقى نزل تيبل شكلها كده تيبل 20. وهنيجي هنا اهو فيلد 1، وهناخد النسخة التانية اللي هي هتتكتب فيها ايكون النشاط، ايكون النشاط. ويطلع دي بقى فوق اهو. يبقى دي فيلد 2
طيب ده المفروض ده يكون اتاتشمنت، ما يكونش ايه، ما يكونش تنك، يكون اتاتشمنت. فيلد 2 على شكل مربع كده، ماشي. هنحاول نصغر السنة أو نكبر من هنا، مش مشكلة، تعال نكبر من هنا، ننزل دي سنة كده تحت. بحيث ما يأثرش على إيه، يا لهوي حذفت البرنامج كله، ماشي. بداية التركيب، ماشي. بداية تركيب الفاتورة، قم بتحديد الرقم الذي يبدأ من أول الفاتورة. طب والله كويس، أنا كده عامل حاجة زي كده، ماشي. هنا هنيجي هنا 42 دي، هنعمل بقى هنا إيه، ما يكونش فيه إيه بقى، ما يكونش فيه السهم اللي بيطلع وينزل ده، هنخليها بأول واحدة أهو، مش عايزين لخمة، تمام كده. بما ان بقى في مساحة كده الناحية دي، ناخد اللي فوق، كبر بقى كده سنة، والافند ده نخليه كده. لا لا، التانية بقى، التانية بس، ويعمل ده دمج. طيب اسم النشاط ايه بقى؟ ملابس السعادة. الايكون، تعال نجي نشوف لي ايكون كده عادي كده موجود هنا، تعال كده ونشوف، هات الايقونه دي. لا دي مش ايقونه، انا عايزه ايقونه. لا لا مش عايز دي، انا عايزه ايقونه. نعمل ريموف ونجيب واحده تانية، هات دي كده. ايوه دي ايقونه، ماشي. اغلاق، نخش كده هتلاقي ايه موجود كده، تمام كده. طيب المورد هل فيه، ماشي. لا هنا حساب الفواتير السابقة، طبعا عشان انا حذفت البرنامج، حذفت الداتا، مش ايه، خلينا بس في اللي نعرفه دلوقتي، نعرف ان في واحدة هنا هنعمل لها يا سيدي لون، وعدم التحكم فيه، بس هنا يتكتب ايه، هنستخدم الدي لوك اب. فين الدي لوك اب بقى اللي هنا؟ اي دي لوك اب دلوقتي، الدي لوك اب بقى انهي، هياخد ايه بقى، هياخد التيبل الجديد اللي احنا عملناه بتاع 20 ده، يا ابني 20 20 نحذف ده، هناخد فيلد 1 و الموجود في تيبل 20. ده رأس الفاتورة، ما
ثواني بقى كده اهو، خلينا في ال ماشي، خلينا هنا بقى اهو. هنشوف تتكتب ولا مش هتتكتب. فين مبعت الكاش؟ اهو ده بالسعادة. اكبر يا وحش، اكبر 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 تاني. ماشي احنا كده هنضطر نطلعك سنة، اقول لك اظهر سنة بس كده كده بقى. طيب الايقونة بقى دي ازاي؟ هنيجي هنا اهو ونعمل، نعمل يا سيدي كده بالمنظر ده كده. كل اللي علينا هنشيل كل الكلام ده كله كله بما فيهم السعادة وكله ده، ونكبر بقى دي سنة، هخليها كده على قد الأيقونة بالظبط. وهنعمل هنا، هنشيل الحاجات اللي هي في الشمال واليمين دي كله، ونخلي ايه الأيقونة على قد الأيقونة بالظبط. الصورة هتتسيف باسم ايه؟ تيبل 20. تيبل 20، طب تعالى يا تيبل 20 بقى هتتضاف ازاي؟ ما هتتكاش. طيب بص بقى، الدنيا مكدسة قوي 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 هنا، هنحاول بقى ايه نوجد له مكان تحط فيها الايقونة دي. هنوجد له بقى في مكان فين الدنيا مكدسة عندي قوي 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 قوي. احنا ممكن ناخد طبعا الحاجات اللي مش تظهر دي، مش دي مش ظاهرة. طب بص يا سيدي بقى، انا ايه ممكن نعمل ايه؟ ذوق دي السنه كده، ربنا كان الكلام ده زحزح معاه. دي ايقونه ال بتاعت الكاش، تمام. احنا بس القصه كلها في دي، انا عايز اخد المساحه دي اللي هنا دلوقتي، دي المساحه دي مش هتكفي يعني صغيره قوي. نحاول ننزل بتاعة الباركود دي تحت سنة، ونحاول بما فيهم المساعد ينزلوا سنة سنة تاني. نجيب كده بقى كده السنة كده، تمام كده. وهنا مبيعات الكاش دي ايه تقل بقى شوية كده عشان نحط فيها الايه البتاعة دي. هنيجي هنا بقى هنعمل ايه؟ الفورم اللي لسه عاملينه من شوية، هروح فين بقى الفورم اللي لسه عاملينه اسمه ايه هنا؟ او تيبل 20 دي هيتزق في المكان ده كده، لما هيتزق كده اصبح المساحة مفيش. هنضطر نعمل كده، نقلل. فاحنا ما هنقلل ايه اللي هيحصل؟ شكلها هتبقى عامله ازاي؟ بص بقى عامله ازاي، صغيره قوي. طب عايزين بقى نشيل السهومه دي، نشيلها ازاي؟ سهل قوي. اول حاجه بس نعمل ايه اللي انيبل، يعني غلق عدم التحكم فيه. النقطه التانيه هنشيل بقى ايه، خليها ايه يعني عدم وجود سهومة فيها. نشوف كده عدم التحكم فيه خالص، ماشي هيكون. بس خد بالك بقى، احنا عايزين نعمل لها اللون قريب من اللون ده، اللون بقى الخلفية بتاعه لون الخلفية اللي هو ده. دي نقطة، النقطة التانية هنصغرها سنة بقى سنة علشان ايه تظهر في الأيقون، تظهر كاملة.
طيب دي نقطة. نقطة تانية بقى ديت، هنشيل السهم اللي هو البرواز ده، شال ازاي؟ من خلال دي، خليها عدم وجود حدود، ازالة الحدود، وأيضا ازالة الحدود التانية اللي هي الخارجي اللي هو من هنا، عدم وجود حدود. ما تنكاش دي الأيقونة المحل. خلاص أيقونة المحل. طب احنا كده ايه، خلصنا أيقونة المحل واسم المحل. طب الكلام ده عايز اطبقه في الفاتورة نفسها. طيب من الكلام اللي احنا عملناه هنا هيطبق هنا ازاي؟ اهو مش كده، اهو ناخد الكلمة دي بالظبط كده، خلاص لابس الساعة اهو، ايه الأيقونة؟ هضطر ننزلها كده، الأيقونة كانت عبارة عن فورم. هل الفورم احنا عشان ايه نكبر دماغنا في الموضوع دوت، قعدت ب 20 تاني ونعملها بقى المرة دي روبورت. وكل اللي علينا اللي احنا هنعمل كده، هنشيل كل ده هيتشال، كل ده هيتشال. طب ما احنا كنا عاملينها قبل كده. ايوه بس كان ده فورم النموذج، لكن ده بقى الروبوت نفس القصه ديت، نفس القصه برضو هنعملها عدم وجود حدود. هادي سايب بتبقى تيبل 20، لما هادي سايب بتبقى 20 هنجيب بقى ايه التيبل اللي احنا كنا ايه بتاع الفورم نفسه، هو ده هنزق بقى تيبل 20 فيها في الحته دي. طبعا اكيد في مساحه، مساحتها كويسه مش مشكله. معنى كده ايه بقى؟ معنى كده سعادتك لما تاخد البرنامج تقدر تحط الايقونه بتاعتك. ادي الفاتوره، واحنا اتفقنا ان انت تشيل المحاذاة، تختار الاختيار ده، زائد كمان الحدود الموجودة هنا. بس أول شوف الحدود دي كده ازاي، الحدود اهي، الحدود ده رأس الفاتورة. نعمل بس كده حاجة صغيرة، وهنا هيبقى الكلام ده في النص شوية.
طيب معنى ايه الكلام ده بقى؟ معنى الكلام ده حضرتك لو انا عملت في الاعدادات ايه دي بتجي ايه ليه بتجي لي اول حاجه غريبه قوي كده، غريبه قوي، وعملت اسم النشاط وهنا كتبت هنا بدل ملابس سعاده مثلا كده غيار الكيلاني، واخترنا مثلا ايقونه تانية هنعمل ريموف لدي ونعمل اد، يعني ما اشوف كده اي حاجة اختار الايقونة دي قال يعني هي دي بتاعت المحل يعني. ايه اللي يحصل في مبيعات الكاش؟ اللي هيحصل زي ما انتوا شايفين كل حاجة اتغيرت، ولما الفاتورة تتبع كل حاجة اتغيرت. اوكي طيب هنا لما اضغط على طباعة الفاتورة يفتح لي المفروض فورم تاني. الفورم التاني ده هيبقى فورم صغير بس شكله مستطيل شوية كده، كده عمل كده ماشي. وهنا هنعمل إغلاق للحاجات اللي في الجنب وتحت، وهنعمل زرار للإغلاق، إغلاق وهنا ما فيش مشكلة ممكن تستخدم ماكرو عادي كلوس ويندوز. طيب كده خدت فورم 3 كام؟ 43. تعالى يا 43 وريني شكلك كده. هنعمل بقى ايه تاني حاجة؟ هنعمل نظامها تبقى بوب اب وتبقى في الايه في المنتصف، دي نقطة. النقطة التانية مش عايزين الكلام اللي كتب فوق في البانر ده. النقطة التالتة هنعمل لون للنموذج وليكن اللون ده، نشوف كده. يبقى نيجي هنا اهو عند مبيعات الكاش ونقول للزرار بتاع طباعة الفاتورة دي اعملها افتح لي اللي هو الفورم 43. تمام كده جميل. هنيجي هنا بص بقى سيب عشان الحركه دي مهمه مهمه قوي 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 قوي. حته البريند دي نعرف كام المقاسات بتاعت البريند الموجودين هنا. فين البريند؟ برينت بروفيو، ادي اول مقاس. بعد كده مقاس عريض اي سي و اي 4 كده فاكس. طيب سيبك بقى من الكلام ده دلوقتي، هو الكلام ده مهم برضو. هنيجي هنا عند اي ماكرو ونستخدم الايه البرنت اوبشن ده.
هنا هنستخدم كذا نوع من الطباعة. هذه طباعة بعد كده 1 2 3 بعد كده 4 5 6 هنعمل شبكية بتحمل ولا لا؟ 79 المفروض بقى يتحمل بقى الرقم بقى يا اخي بقى ماشي. دلوقتي هنا هنشتغل في طباعة E4 رقم 1 الأول اللي هو ده هيبقى E4. هنا هنعمل اللي هو الضغط طبعا على أول حاجة اللي هي عندي اليد تظهر لعبة اليد. بعد كده هنا هنستخدمها ماكرو لا اوبن فورم اوبن روبورت اوبن روبورت اللي هو ده تمام. ايه اللي يظهر؟ يظهر البرينت، هيظهر البرينت. كده ايه ده؟ تيكست 19 فورم 19 فورم. طب هو كده المفروض بيطبع. طب سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده دلوقتي. بلوك بلوك بلوك، انا اشوف الاول انت مرتبط بأي حد، هنشوف كده مرتبط بأي رقم كود. 80 ده مرتبط بكويري 80، بس غريبة أوي، بيطلب مني حاجات غريبة. فورمس 19 تكست 5 ليه؟ نشوف الكيست الفل 5 ده. طب هنا ما بيطلبش مني حاجة ليه؟ هنشوف بتاع 80 كل حاجة مظبوطة اهي. ليه بيطلب مني تكست 5 دي؟ طب النقطة التانية
طيب نخلص. طيب الجزئية الأولى، الجزئية الأولى ديت اللي هنا كنا احنا حاطين شوية حاجات كده أهو. هنا رقم إذن، هنعمل بقى رقم إذن، رقم الحركة الحتة دي كده أهو، ونكتبها مفيش مشاكل. إيه بتاعت إيه بالظبط؟ هنكتب هنا دي رقم، رقم حركة الفاتورة، رقم حركة الفاتورة، وهنا الاتنين دولت هيبقى في وضع إخفاء. ماشي، يبقى هيتسمى هنا تكست 10، تكست 10. تكست 10 جينا عند فورم واحد، نخش نحاول نوصله بس كده. تكست 10 الموجود في تيبل كام؟ تقريبا تيبل 13، فورم 13. بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الجزء الكلام اللي هيتكتب هنا في رقم الحركة، اللي هو ده 135. عند فتح هذا النموذج 43، عند فتح هذا النموذج كود لوجود. بس ثواني بس نجيب العناوين بقى من هنا. ادي 13، نوعها 13 فيها ايه؟ فورم 10. ماشي، 13 تكست 10. ادي العنوان الاول بتساوي العنوان التاني الموجود في فورم 10. اللي هو 135. بس بص كده احنا نبدأ ايه حاجة حاجة كده هشوف المشكلة دي في ايه. ادي روبورت 4، هنتأكد اللي هي روبورت 4. اتأكد الاول اللي هي روبورت 4 فين. بعد الكاش فاتورة ايه ده؟ فين
عشان احنا فاتحينها. ماشي، شفت بقى؟ المفروض روبورت 4، روبورت 4، روبورت 4. كده هيطبع، مفيش أي مشكلة. دي إيه بقى؟ معرفش صراحة بقى، مش عارف دي إيه، بتاعت إيه، وفيها باركود كمان، والدنيا زي الفل يعني. أنا عايز ألاقي بقى ديت، بس أشوفها هتتلغي إزاي، والقصة ورايا، بس إيه، هبقى اشوفها هتتلغي ازاي، بس انا مش وقت، بس هي تبعت دلوقتي. هنقفل هنا المقاس الاول، نشتغل بقى في الايه، الاي 4. هنعمل بس رسمه كده حلوه، كده رسمه حلوه في ال، وليكن في الباير بوينت، رسمه حلوه هنكتب فيها اي 4. رسمة حلوة دي كده اهو، ونعملها لون دي، تمام، وهنكتب عليها A4، A4 كده. بعد كده ايه، هنسيب الصورة الحلوة دي بيكتشر 1، ونجيبها هنا، خليه بقى عشان هنحتاجها تاني. نيجي بعد الكاش، هنعمل ادراك للصورة الموجودة حاليا في البيكتشر اهو. وبما ان بقى الصورة قريبة من الخلفية، يبقى لازم نغير لون الخلفية. نخلي بقى لون الخلفية فاتحة قوي، نعمل لون مخصص كده، او نحاول نفتحه بقى ولا نغمقه، لا ونعمل لون تاني. ده أول ورقة طبعت الـ A4. الورقة التانية شكلها هتبقى ازاي؟ بص يا سيدي، شكل الورقة التانية هتبقى كده، عريضة. سي بيكتشر، مبيعات الكاش، طبعت فاتورة، البتاع مفتوح. ماشي، هنيجي هنا عريضة عريضة عريضة. هات بس بالعرض، ماشي كده، نشيل دي. المقاس التالت، بص يا سيدي ركز معايا بقى، المقاس التالت هنجيبه ازاي؟ هاتي ام الباير بوينت اهو، هنشيل بقى دي كده، نحاول نعمل، نجيب شريط وليكن شكل الشريط بتاع، تمام، اللي هو بتاع ايه، ال اسمها الكاشير دي اسمها ايه؟ ما فيش هنا شكل قريب، لان ديت قريبة شوية، بس دي انا عايز شكل البقرة كده ولا اي حاجة. ها،
نجيبها منين دي انت اللذينة دي؟ طيب هنصمم شكل مربع وخلاص لو، ونختار الشكل ده كده، ونعمل بقى ايه مقاس واحد بس، ونسيب على كده. بس بقى نضيقه سنة كده أو نصغره، وهنعمل بقى إيه دي كده. بص مبدئيا بقى هنشتغل في ده، بس سيبك بقى من الاتنين دول. ماشي ليه بقى؟ لأن لسه هنظبط هنظبط الطباعة دي مع الناس. دي شغالة، دي كده اول فور واول فور، دي طبعا دي شغالة خلاص، دي بتاعت اول فور خلاص مفيش أي مكياس منها. التانية بقى دي عايزين نعمل اوبن روبورت في ناخد التانية نخلص بس الأول دي نخلصها خالص، بعد كده نحلها ألف حلال في الاتنين التانيين. نحلها ايه ألف حلال في الاتنين التانيين. احنا كده ايه اشتغلنا في تصميم المقاسات مبدئيا للطباعة. تمام كده اشتغلنا في تصميم مبدئيا للايه مقاسات الطباعة. الدرس الجاي هنكمل بقى بيت الايه رقم الحركة اللي هنا دي، وما يوازيه من تاريخ الفاتورة والعميل ورقم الفاتورة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.